السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من سواعد أمل. جمعية إغاثية اجتماعية تعنى بالشؤون الإنسانية في مدينة حلب وتهدف إلى بناء مجتمع مدني قائم على العدالة والمساواة، وتتضمن عدة مؤسسات معنية في مجال الإغاثة. جمعية أبرار حلب موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع، ويسعدنا أن نستضيف معنا هنا في الاستديو المهندس أحمد حداد، منسق العلاقات الخارجية في جمعية أبرار حلب ورئيس المكتب الإغاثي بمجلس مدينة حلب سابقا. مرحبا بك سيد أحمد. قبل أن نبدأ مشاهدين الكرام، اسمحوا لنا أن نذهب إلى هذا التقرير. تعتبر جمعية أبرار حلب من الجمعيات الرائدة في مجال العمل الإنساني والإغاثي في مدينة حلب، حيث تتميز بنشاطاتها المتعددة والشاملة لكافة نواحي المعيشة. يعتبر العمل التطوعي الركيزة الأساسية للعمل في الجمعية، فهي تعمل على بناء مجتمع مدني سوري قائم على العدالة والمساواة. تسعى الجمعية للتطور المستمر دائماً، لذلك تعمل وفق طريقة تخصصية بناء على توزيع المهام في الجمعية بحسب نشاطات المؤسسات التي تنضوي تحت مسمى جمعية أبرار حلب. تشمل الجمعية على 5 مؤسسات، وهي مؤسسة آمنة للحماية، ومؤسسة السعد للرعاية الصحية، ومؤسسة الأمل التعليمية، ومؤسسة أبرار الإغاثية، إضافة إلى مؤسسة أرض لدعم سبل العيش. قامت الجمعية بخطوة مهمة في مجال توزيع الدعم، فكان مشروع مركز جرين مول كبديل للمراكز الإغاثية التقليدية في مدينة حلب ليكون الأول من نوعه على مستوى العمل الإغاثي. أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، أهلا بك مهندس أحمد. بالبداية لو تكلمنا عن لمحة عامة عن جمعية أبرار حلب. جمعية أبرار حلب بثقت هذه الجمعية من تجمع ثوري أيام الحراك السلمي كان اسمه ثوار حلب الأبرار. كانوا عبارة عن تنسيقية يخرجوا في المظاهرات أيام الحراك السلمي. بعد ذلك لما فتحت حلب شكل مكتب إغاثي اسمه مكتب إغاثي الأنصار الشرقي، وكان يوزع الإغاثات والمواد التموينية فقط التي تهم العوائل الفقيرة. نعم. في بداية فتح حلب، لكن بعد مرور شهرين على فتح حلب وزيادة الأزمة وزيادة عدد المنكوبين والأسر التي تركت مناطق الاشتباك في صلاح الدين وسيف الدولة ومناطق الرباط حول حلب، فزاد عدد الفقراء وزادت الحاجة إلى أنه يكون في جمعية يعني تقوم على عمل مؤسساتي وتنظيمي بشكل جيد. فتداعوا هؤلاء الأشخاص الأبرار اللي كان بهم يعني تجمعهم كلمة الحق، وكانوا هم يعني بالأصل اسمهم ثوار حلب الأبرار، فهن مجموعة شباب. أيوة، من هون جاء الاسم. تداعوا مع بعضهم لتشكيل هذه الجمعية على أسس يعني قيم أخلاقية وعلى عدالة وعلى إغاثة، يعني لهفت قلوبهم لإغاثة هؤلاء المنكوبين وأحزنهم آلام المنكوبين والفقراء وزيادة الأزمة في مدينة حلب. فسموا هذه أسسوا هذه الجمعية في شهر 9، هذا الكلام كان في شهر 9 شهر سنة 2012 تأسست هذه الجمعية بدايتها، وسموها جمعية أبرار حلب للإغاثة والتنمية. من هذاك الوقت بدأت عمل مؤسساتي بشكل جيد وبشكل تنظيمي، وبدأت تفتح فيها المؤسسات والأخرى. بدأوا بمؤسسة أبرار حلب للإغاثة والسعد لتنمية الطفل. هذه كانت بدايات جمعية أبرار حلب في 2012. طيب سيد أحمد، ما هي أبرز أهداف الجمعية في ذلك الوقت وحاليا؟ يعني نستطيع نقول هي أهداف الشعب السوري اللي طلع من أجل الحرية والكرامة وإزاحة الظلم. هدف الأساسي كان يعني إعادة بلاد الشام، إعادتها إلى الحرية وإلى مجتمع مدني ومجتمع إسلامي
لا يجوع فيها الإنسان ولا يعرى جسده، إلى يعني مجتمع لا يحزن فيه المسكين ولا يوجد فيه يتيم. فنحن طلعنا من أجل يعني إعانة هؤلاء الشرائح التي خلفتها الحرب وخلفها الدمار وخلفها هذا النظام الظالم أو المجرم على أرض الشام المباركة. إذن بالأساس سيد أحمد العمل هو إغاثي. 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 في أهداف تانية هي نعم. عمل إغاثي، إغاثة الناس وإعانتهم بالمواد الغذائية بالفرج في البطانيات. الناحية الثانية كمان كان الهدف الثاني هي بناء الإنسان المسلم المواطن السوري المسلم الذي لا يعني يتوق إلى الحرية وإلى الكرامة، وبناء الإنسان الذي لا يخاف الله لومة لائم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني بناء الإنسان المسلم السوري الجيد المتمسك بدينه ووطنيته. هذا كان هدف المؤسسة، الهدف يعني الأهداف البعيدة في المؤسسة. طيب سيد أحمد، هناك أمر في بداية عملكم الإغاثي في مدينة حلب لمستم صعوبات بالعمل الإغاثي بشكل عام، ما هي أبرز الصعوبات التي كانت موجودة في المدينة في ذلك الوقت؟ والله أنا من خلال عملي كرئيس مكتب إغاثي في مجلس مدينة حلب 2013، يعني أبرز الصعوبات كانت هي أولاً عدم وجود قانون يحكم يعني أو نظام ينظم عمل مؤسسات المجتمع المدني اللي هي بدأت يعني بشكل كثيف ووصل أعدادها لأعداد خيالية، يعني مثل الكتائب الثورية. فصار عندنا أعداد كبيرة، ما في لحد الآن قانون ينظم عمل هذه الجمعيات. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، نفتقر كثير إلى التنسيق والتنظيم. يعني نادرة ما تشوف أنه في تنسيق بالعمل، حتى على مستوى مجلس المدينة كل واحد بده يشتغل يعني ويأخذ يعني العمل وينسبه له، يعني كان في يعني مشكلة الأنا. هذه المشكلة هي اللي عم تدمر العمل الإغاثي، أنه أنا التوثيق والأنا. كان أول في خطوة نحن كتير تجاوزناها، ولا بشكل عام كل المؤسسات الخدمية والإغاثية، هي انه عمليه التوثيق كان يعني شيء مبتذل ويضر بالشعب السوري، وكانه شحاد. تصور الرجل وهو المراه وهي تستلم رغيف الخبز ولا كيلو التمر ولا علبه الحليب، هذا شيء مخزي يعني كان في العمل الاغاثي. لذلك تداعوا كثير جمعيات وحتى على النت على وسائل التواصل الاجتماعي انه هذا العمل غير مقبول نهائيا. بدك تصور من بعيد ولا يوضح وجه المرأة أو وجه الرجل، لأنه في كثير يعني من الأسر أصيبت ونكبت في هذه الأزمة، وهي أسر غنية في الأصل. يعني نشتغل على مبدأ ارحموا عزيز قوم الدل، ففي أسر ما بتجي بتوقف بالدور ولا بتستلم، فأنت لازم تصلي. نحن هذا مبدأنا، أنه أنت تصلي الأسر المتعففة، لأنه اللي بيجي بيطلب شيء كثير، اللي بيحتاج ما بيحتاج بيجي بيطلب، لكن الأسر المتعففة الفقيرة اللي هي باقية في بيوتها وأصلاً هي غنية، هذه كمان مشكلتها مشكلة، بيموتوا جوع ولا بتحس فيهم. نعم. طيب سيد أحمد، أنتم لديكم أكثر من نشاط إغاثي ولديكم نشاطات صحية أيضاً، يعني أليس كذلك؟ حدثنا قليلاً عن النشاط الصحي والطبي في جمعية أبرار حلب. بالنسبة للنشاط الصحي عنا كان مشروع يعني قيد التنفيذ والرعاية الأولية، وفي مشروع عن الكسل الوظيفي. الرعاية الأولية هي يعني نقدر نقول نحن نفس المراكز الأمة اللي كانت أيام النظام، تعنى بالنساء الحوامل ولقاحات الأطفال ومتابعة الأطفال الرضع. وكان هدفنا من هذه الرعاية الأولية أنه نحن بدل ما نوصف الحليب نعطيه مباشرة من مؤسسة السعد، بناء على نظم طبعا، وعندنا نظام لتوزيع الحليب وليس عشوائي هيك اي واحد بيجي بيطلب حليب، لازم يكون في اسس وبرنامج موجود في مؤسسه السعاده يوزع على اساس الحليب. نحن بواسطه هاي المراكز الرعايه الاوليه نقدر نميز بين الام اللي تحتاج حليب
واللي لا تحتاج حليب. نتيجة فحصها بكون في دكتورة في ممرضة تعرف هذه المرأة اللي عم تطلب الحليب هل في عندها حليب في صدرها ولا ما في. فهذا بهذه المراكز نخفف من يعني هدر الحليب العشوائي. ما بنقدر نحن نقول لها واحدة جاية تطلب حليب لطفلة نقول لها أنت كذابة. عن طريق مركز الأمومة في فحص فبيعرف أنه هي محتاجة ولا لا. فهي كان هدف مركز الأمومة. هلأ أبرز المواد الإغاثية التي تقومون بتوزيعها هي مادة الحليب تحديدا سيد أحمد، أم هناك حصة غذائية معينة تقومون بتوزيعها في الداخل السوري؟ الله بداية الجمعية بال 2012 و13 نحن بدأنا قلت لك بمؤسستين، مؤسسة السعد لرعاية الطفل، هذه تعنى بس بشؤون الأطفال، هي بتقدم الحليب الأطفال مكملات غذائية للسيرالاك والهي المرطبانات اللي فيها عناصر مقوية، وفي كمان بالنسبة اللهم صل على النبي إلى الحصص الغذائية الأخرى. لا أنا عم بحكي عن مؤسسة السعد، هي مؤسسة السعد تعنى بالحليب بس ما هي ضمن الطفل. هي إحدى المؤسسات ايه الموجودة ضمن جمعية الأبرار، هي معنية بالحليب. ايه طبعا هلا لما نجي بالأتيان على ما تألف الجمعية فيها هي خمس مؤسسات، إحداها هي مؤسسة السعد وكانت هي البداية، هي مؤسسة الأبرار للإغاثة والتنمية. هذا مؤسسة أبرار للإغاثة والتنمية هي التي توزع المواد الإغاثية، المواد الغذائية، السلال، الفرش، البطانيات، كل ما تحتاج المرأة الأسرة الفقيرة. فهذول المؤسسين اللي بدأنا فيهم، لكن شيئا فشيئا لما كان يتطلب الأمر والأزمة كانت كبيرة وتطلع مشاكل أنت لازم تواكب هذه المشاكل وتعالجها من أجل صمود الناس في وقائهم في حلب وعدم نزوحهم. فهذه المؤسسات ثلاث مؤسسات نشأت بعدين نتيجة الحاجة، اللي هي مؤسسة الأمل التعليمية، في عندك مؤسسة آمنة لرعاية اليتيم، في عندك مؤسسة أرض لدعم أهالي حلب. نعم، أريد أن أسألك عن الصعوبات التي واجهتكم في تشكيل الجمعية، لكن بعد فاصل قصير سيد أحمد. فاصل قصير مشاهدينا، ابقوا معنا. تحية لكم مشاهدينا مرة أخرى، وتحية لك سيد أحمد. كنا قد تكلمنا قبل الفاصل عن الصعوبات التي تواجه العمل الإغاثي في سوريا وكيفية تشكيل الجمعية بهذا الكادر الكبير، خمس منظمات تحت مظلة واحدة، هذا إنجاز يعني يعتبر، أليس كذلك؟ أي نعم. من بداية يعني انتقال الجمعية من مكتب إغاثة الأنصاري الشرقي إلى تسميتها بجمعية أبرار حلب للإغاثة والتنمية، نحن وضعنا هيكل تنظيمي، يعني وضع هيكل تنظيمي للجمعية وتوصيف وظيفي، وبناء عليه يعني صارت الجمعية على هالأسس. في القسم الإداري يضم مدير عام للجمعية، نوجه له التحية الأخ أبو العبادلي، وفي نائبه الأخ سامر نبهان، وفي عنا مدير مالي، وفي مدير إداري، وفي عنا سكرتارية، وعنا مكتب إعلامي. المكتب الإعلامي هو اللي بيوثق الأمور كلياتها. فهذا المكتب الإداري، بالإضافة إنه عنا نحن خمس مؤسسات، يعني نحن قلت لك بالبدايات بدأنا بمؤسستين، لكن لما طورنا المؤسسة كل مؤسسة ننشئها عليها مدير هو يستلم أمورها وتحت يعني حالة مستقلة. كل مؤسسة تعتبر مؤسسة مستقلة. مؤسسة بما يعني تعنيه الكلمة من مؤسسة في تحت إيده موظفين هو يديرهم وينتسب للجمعية ككيان اعتباري. طبعا يعني هي مؤسسة المسؤول بمؤسسة السعد قدام المدير العام هو مدير المؤسسة عن أي تقصير. هي مؤسسة السعد اللي قلت لك لتنمية الطفل، بفضل الله يعني نحن حاليا نغطي مدينة حلب في جميع أنحاء مدينة حلب، عن 12 مركز حاليا، كانوا 27 مركز لكن نتيجة الأزمة وفراغ حلب من وسط البراميل فانخفض إلى 12 في 12 مركز في 12 حي. شهريا نوزع حوالي بين 11 و12 ألف علبة حليب أطفال، تشمل هذه بين 5000 و6000 طفل في مدينة حلب، داخل مدينة حلب. هلا حتى مؤسسة السعد لما بكون في مناصرة وفي طوارئ
نحن عندنا شراكات مع شبكات تانية. يوم اللي صارت النزوح بالسفيرة وأزمة السفيرة أو الريف الجنوبي، فنحن الشبكة إغاثة سوريا دعتنا وعملت منصة لمناصرة الريف الجنوبي، فنحن لبينا النداء وطلعنا وزعنا. كمان المناصرة الأخيرة بالريف الشمالي لما دخل النظام أو أخذ رتيان وهي، فتجمعت مخيمات، يعني أنشأت مخيمات جديدة وصار حاجة. كمان نحن لبينا النداء ووزعنا حليب في مخيمات الريف الشمالي. طيب سيد أحمد، النشاط الأساسي هو مركز في مدينة حلب. نعم. هل لديكم نشاطات للاجئين في دول اللجوء أم حاليا ليس هناك مشروع في هذا الاتجاه؟ الله، في مشاريع قيد التنفيذ بتركيا، هي مشروع تمكين المرأة موجود في تركيا، وفي مشروع تاني اسمه، هو مشروع منقسم داخل حلب وداخل تركيا، معالجة الكسل الوظيفي للعين في طلاب المدارس. نعم. في مدينة عنتاب وفي حلب. نحن طبعا خيارنا الأول حلب حاليا، نستنى نشوف داعم يعني يدعم، لأنه له تكلفة معينة نغطي مدارس حلب كلياتها بواسطة الفحص الطبي للعيون، لأنه هذا لا يكتشف إلا في عمر مبكر. فلحد الآن ما حدا طرق هذا الباب ولا حدا فحص أي طفل في مدارس حلب بهي. نحن كنا منتبهين لها الشغلة، بس إن شاء الله حننفذها هذا العام، هذا قيد التنفيذ هذا المشروع. طيب بما أننا نتكلم عن المشاريع التنفيذية، لو تحدثنا عن طريقة العمل لديكم كحالة تنفيذية في الداخل السوري والمناطق المستهدفة في المحافظات غير حلب، إن كان لديكم مشاريع في مناطق أخرى غير حلب. هلا كمل يعني. بالنسبة قلت لك عنا خمس مؤسسات الساعة تكلمنا عنها. مؤسسة آمنة لرعاية اليتيم، هي عنا يعني العدد شوي ما عنا دعم كافي، عنا 50 يتيم نحن نكفلون، وفي 120 في الداخل السوري، في داخل حلب مدينة حلب، في داخل مدينة داخل مدينة حلب عنا 50 يتيم، وفي 120 على الانتظار لريس من نوفر الدعم لهم. في عنا مؤسسة الأمل، وهي من أحد أهداف الجمعية في الأصل إنشاء، أنه تربية جيل واعي، تربية جيل مسلم يأمر المعروف وينهى عن المنكر، تربية جيل يفهم الإسلام بشكل وسطي. كيف تنفذون هذا المشروع يعني بالمؤسسة، يعني كمدارس أم كمشاريع تربوية لها طرق معينة؟ لا، المؤسسة عليها مدير، في يديرها مدير أبو عبد الله الله يجزيه الخير. عندنا خمس مدارس، في مدرستين في المرحلة التأسيسية. نحن مركزين على المرحلة التأسيسية لكي نلقن الطفل التعاليم الصحيحة ونعلمه مبادئ دينه ووطنيته وكل ما يلزم للإنسان المسلم السوري الذي يتوق إلى الحرية والكرامة. فمنهاج طبعا كله منقح وحضر يعني عندنا الدورات، في المدرسين بيحضروا دورات في المناهج، يعني دائما بيجوا لعنتاب، بيجوا لخارج. لديكم دورات تدريبيه وتدريبيه؟ نحضر الكادر الوظيفي تبع المدارس بيطلع لدورات تدريبيه، يحضر دورات تدريبيه في طرق التعليم، في وضع المناهج، كل هذا يعني الحمد لله رب العالمين قائمين عليه. في عنا كمان ثلاث روضات بالإضافة للمدرستين، ثلاث روضات قائمين، هي روضة أبرار حلب في القطاع الأنصاري، وروضة في السكري كمان عنا كمان روضة، وعنا روضة بكرم النزهة. نعم. هذول ثلاث روضات بالإضافة للمدرستين، مدرسة أشبال الإسلام في الأنصاري ومدرسة أشبال الصمود في السكري. طيب سيد أحمد، الإحصائيات لديكم حول كافة المجالات التي يشملها العمل لديكم، يعني العمل الإغاثي أيضا العمل الإنساني، هل لديكم إحصاءات معينة تلتزمون بها أم تلتزمون بالإحصائيات العامة؟ نحن بالنسبة لنا يعني بعطيك أرقام إحصائيات. بالنسبة للعمل الإغاثي نحن نتكفل بألف أسرة إغاثيا، نقدم لهم شهريا كنا مواد إغاثية. سنأتي لاحقا نتكلم عن ليش فتحنا الجرين مود بدل السد الإغاثية. عنا بالنسبة للأطفال قلت لك عنا بين 5000 6000 طفل نغطيهم في الحليب. في المدارس عنا 320 طالب في المدرستين هذول اللي هن أشبال الإسلام وأشبال الصمود.
وعندنا 300 طفل أطفال روضة. هاي الأرقام اللي موجودة بالنسبة لعنا. نجي لمؤسسة أرض اللي هي لدعم أهلنا في حلب. الحقيقة هي أنشأت من آخر مؤسسة، أنشأت نتيجة انقطاع المياه والكهرباء عن مدينة حلب من فترة حوالي سنة. فصار في حاجة لأنه الناس ما عادت توفر للمي، وخزان المي حقه 2003 وزاد العبء على المواطن. فنحن من واجبنا أنه ندعم صمود شعبنا. يعني يعتبر المواطن السوري في حلب الصامد في أرضه عبارة عن مثل المجاهد، لأنه في أي لحظة متوقع أنه ينزل فوقه برميل ولا صاروخ. فيجب واجب علينا أن ندعمهم وندعم صمودهم. فتداعينا لفتح هذه المؤسسة، وفرنا في كثير من الأحياء أكثر من 50-60 خزان ماء، وفرنا نركبهم بجانب الآبار بيحتاجوا، لأنه أنت ما في كهرباء والمولدة ما تشتغل 24 ساعة، فلازم تعبينهم خزانات في كل حي. الناحية الثانية حوالي 70 بئر عملنا لها صيانة، وحفرنا حوالي أكثر من 30 بئر في مختلف أحياء حلب. فهي المؤسسة مختصة بحفر الآبار وتركيب الخزانات ومعالجة المياه صحيا، نوزع كمان مكعبات هي تبع تنقية المياه. طيب سيد أحمد، أنت تكلمنا عن المشاريع المشتركة مع المنظمات الأخرى والجمعيات، كما تعرف هناك ورش عمل ومجالس تدريبية، هل أنتم في صدد هذا المجال أم لديكم أفكار أخرى؟ الحمد لله نحن سباقين في هذا المجال. نحن عندنا اشتراك مع عدة جمعيات وفي تنسيق، يعني احنا اعضاء في شبكة إغاثة سوريا من منذ تأسيسها، والحمد لله رب العالمين. شبكة إغاثة سوريا تعتبر من الشبكات الخمسة اللي رائدة في مدينة عنتاب، ولا يعني سمعة جيدة حتى دوليا تحضر مؤتمرات دعم سوريا على بهذا المجال. كان مؤتمر الثاني من حوالي شهر وكان ناجح جدا، فنحن اعضاء فيها. وقلت لك في الريف الغربي هن شكلوا منصة ونحن لبينا النداء واشتركنا معهم، وفي أي أزمة نحن نشترك معهم. في عنا كمان لجنة أيتام حلب، هي لجنة أيتام حلب كمان عبارة عن مشاركة بين حوالي 22 جمعية، 11 جمعية من حلب، وفي عنا 10 جمعيات من الريف الشمالي في ريف حلب. يعني تعتبر هي لجنة أيتام محافظة حلب، مش لجنة، هي بدأت كلجنة أيتام مدينة حلب، ولكن بعد فترة طورناها لما بدأنا نجتمع في عنتاب، فضمينا الضيف الشمالي كان عبارة عن 10 مؤسسات انضموا للجنة أيتام حلب. وكان الحقيقة الفائدة كبيرة منها، هي تعمل عندهم برنامج، يعني الحمد لله رب العالمين، لعمل التقاطعات بين الجمعيات. فبدل أن يسجل، كان سابقا يسجل الطفل أو اليتيم أهله نتيجة الحاجة والعواز والمشاكل، يعني أحيانا يعزر وما عندهم مصدر مالي، فلكن بنفس الوقت ما ممكن أنه تسمح أنه أسرة تأخذ من أكثر من جمعيين. نحن لاحظنا أنه في بعض الأسرة كانت تأخذ أكثر من 3 جمعيات. فهذا البرنامج، هذه الاجتماعات، نحن عندنا اجتماع كل 15 يوم وبعدين سووا كل شهر نتيجة الأزمة. فبيعمل بيجتمعوا بيتدارسوا شو تطورات بالنسبة لكفالة اليتيم وشو وفروا الدعم، وبينسقوا بيناتهم. أحيانا بيكون في دورات بهذا الخصوص، لكن بالأصل الفائدة المرجوة منا أنه نحن زاد عدد الأيتام المكفولين نتيجة التقاطعات في هذا البرنامج، لأنه أي واحد بده يكفل يتيم جديد بيحطه على البرنامج، فإذا مكفول في جهة تانية أو مؤسسة تانية على طول بيعطيه تنبيه. طيب سيد أحمد، بنهاية حلقتنا لهذا اليوم، هل سيكون مشروع أبرار حلب شامل لكل سوريا أم سوف تكتفون بحلب فقط؟ هل هناك مشروع مستقبلي إلى الأمام، وكيف ترون حلب في المستقبل؟ والله نحن بالأصل قلت لك أنا بداية نحن مشروعنا على أرض الشام بشكل عام بشكل سوريا، لكن بحكم وجودها أي خطة ولا نحن حاليا، نحن يوم حملة اشتركنا في حملة القصير وبعثنا سيارة، وكان أن روح فريقنا كلياته أكثر من 6 راحوا على حملة القصير. نحن نعمل بإذن الله على أرض الشام بشكل عام وعلى أرض سوريا، لكن وجودنا في حلب طبعا يخدم حلب أكثر من ذلك.
في نقطة أنا نسيت أنبه عليها، يعني نحن تخلينا يعني من هاي كانت المشاريع الرائدة تخص جمعية أبرار حلب، هي الجرين مول اللي سويناه. الجرين مول نحن الفكرة نشأت بأنه قلت لك على الأسر المتعففة تخجل أو ما بتجي تصف الدور وتأبع يعني أنه توقف بالدور وتأخذ سلة، ف يعني لحفظ كرامة الأسرة الفقيرة وتعففها فتحنا هذا الجرين مول وبدأنا استغنينا عن السلة وبدأنا نعمل كوبونات. فهالكوبونات بين 5,000 و10,000 كل أسرة حسب حجم أفراد الأسرة، فبروحوا بيشتروا من هذا المول وجهزناه بشكل يعني الحمد لله رب العالمين بشكل فيه كل ما تحتاجه الأسرة. هلا الميزة من هذا هي انه كان كثير لما توزع السلال تلاقي نصها ينباع في جب القبة في اسواق الثانية الاسواق المواد الغذائية، لانه فعلا الناس ما بحاجة لكل شيء انت في السلة. فهذا الهدف الاول. الهدف الثاني قلت لك حفظ كرامة الأسرة. الهدف الثالث انه هذا المول ليس صح سميناه جرين مول، ما سمينا جمعية جرين يعني او مول أبرار حلب. نعم. هذا يخدم اي جمعيه، نحن بامكاننا نتشارك مع اي جمعيه وعرضنا هذا المشروع في ناس استجابت انه اي جمعيه في مدينه حلب ممكن نحن نعتمد تجي تتفاهم معنا وتنسق معنا وتعمل كوبونات وباخر الشهر نحن نصرف ناخذ هالكوبونات بنجمعهم وبكل كرامه وعفه تجي الاسره تنقي اللي بدها اياه وتاخذ اللي تحتاجه. ما عاد في هدر في المواد الغذائية، بدل ما أنت عم تشتري كيلو رز ب 200-300 ليرة تجي تلاقيه عم ينباع بالسوق ب 100 ليرة، هذا هدر للدعم اللي عم بيجيك، بينما هيك بتحفظ الدعم وتحفظ عفة الأسرة. أشكرك كثيرا سيد أحمد حداد المهندس أحمد حداد منسق العلاقات الخارجية في جمعية أبرار حلب، شكرا جزيلا لك. حياك الله. رئيس المكتب الإغاثي لمجلس مدينة حلب سابقا أيضا. حياك الله. أنا سعيد وسلم. جدا بوجودك معنا هنا في الاستوديو، وشكرا دائما لكم مشاهدينا، على أمل اللقاء بكم في أسبوع قادم مع منظمة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.